كابتن هشام، اللعبة بتشوف ايه اللي بينقصها لعبة كرة اليد في مصر؟ والحقيقة كمان عايز اتكلم عن الاهتمام الاعلامي، يمكن اللي واخد الشو كله حقيقة هو كرة القدم في مصر. يعني هيزعل مننا كده كابتن، هاني هيزعل مننا كده كابتن، هاني هيزعل مننا كده عمل كده. حاجة الإعلام، سمعت حاجة الإعلام. أنت يعني أنت متضايق شكلك. لا فعلا واخدين الاهتمام كله. بدأ الفترة اللي فاتت يعني حابة إن في اهتمام بالهاند بول وكده، بس يعني لا الاهتمام كله كان لكرة القدم فعلا. أنت دي حاجة مضايقاك بجد بقى؟ طبعا تضايق فعلا، تضايق أي لعيب أي رياضة تانية غير كرة القدم تضايق. بس دلوقتي الاهتمام ده بدأ شوية شوية. لا أعتقد يعني كرة اليد، وبرضه تصححوا لي المعلومه، يمكن في فترات ما كانش حد حتى بيفكر في كره اليد. انجازات التسعينات ووصول مصر لكاس العالم والانجازات الكتير اللي عملت، يمكن انت ما حضرتهاش او ما سمعتش عنها، لكن ربط مفهوم لا ان عندنا فريق كويس جدا جدا وعندنا مستقبل في كره اليد. انجازات كمان واستضافنا للبطوله العالم اللي جايه، فانا شايف طبيعي. خلي بالك مش في مصر بس، انت بتتكلم على المستوى العالم دايما كره القدم هي واخده الصيت كله، لكن كره اليد مصر مهتمه بيها جدا. يكفي ان رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد مصري، يعني ده برضو ده يعني بيدل ان احنا كمان لا احنا في الفترات اللي جايه ان شاء الله، عقبال ان شاء الله ما تطلع درجه اولى وتحترف، يبقى ان شاء الله هتلاقي اعلام ان شاء الله وراك. لكن دايما يعني زي ما بقول لك احساس ان انت كمان، وده اللي بننقله، وده مهم جدا ان الولاد الصغيرين لا مش الكاميرات مش رايحه لملعب كره القدم، لا لو في نجاح وفي اجتهاد لا ده احنا هنجيلك وهنكرمك وهنقول لك احنا واقفين في ظهرك، فده كمان يدي رساله طبعا للناس اللي تحت ان احنا كمان باصين عليهم. يمكن ده ما كانش موجود قبل كده على ايامنا احنا، لان انا اوريدي برضو انا واحد من الناس الناشئين اللي لعبت الهاند بول من وانا صغير في النادي الاهلي. اقول مصر عم نتكلم من عندي وانا عندي 11 سنه، ويمكن قبل كده كنت منتمي لعائله السباحه في النادي الاهلي. فانا عارف من واحنا صغيرين الـ الروابط والاساسيات وكل حاجه، لكن عارف برضو ان احنا في دايما حتى لما جربت رياضه ثانيه ستيل السبوت مش موجود عليكي بشكل كبير. لكن دلوقتي هم يمكن كجيل دلوقتي بقت الجيل ده اختلف طبعا، بقى عندهم السوشيال ميديا موجود، بقت عندهم النادي الاهلي عنده قادر ان هو يكفر، بيبقى بقى الكاميرات بتاعت النادي الاهلي موجوده في كل حته بتروح وراهم ايا كانت الماتشات بتتذاع من وقت للتاني. لكن الكلام ده يمكن انا واحد من المحظوظين ان احنا كنا موجودين في كاس العالم سنه 3، يعني كان في كاس العالم 93 وبعد كده كاس العالم 99 للشباب، الاثنين للشباب. 93 اللي خدناه هنا في مصر كابتن جمال شمس الله يرحمه، و93 احنا كنا من ضمن الجيل اللي خدنا كاس عالم، خدنا ثالث عالم اللي حضرتك كنت لسه بتقول اسمائهم، حسين زكي وحسن يسري ده جيلي. فاحنا اوريدي كنا الجيل دوت اللي خدنا ثالث عالم الحمد لله هنا في قطر. وكانت ساعتها حسينا بقى بالقيمه بتاعت الرياضه، يعني ساعتها كانت عامله ازاي بالنسبه لنا ان احنا الجماهير موجوده.